السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الشاب بتاع النظافة اللي تم طرده من محل كشري التحرير. النهاردة ادوارد كان الممثل ادوارد كان طالع عايز يستضيفه، بيقول له هتاخد 1000 جنيه وهنعشيك، هو رفض. وادوارد زعلان، طب من حقه ان هو يرفض. يعني انت عامل حلقة تاخد فيها ملايين ملايين من المشاهدات ومن المتابعات بسبب بتديله 1000 جنيه؟ وده كان دور ادوار النهاردة. صرح النهاردة كده على تصريح على جريدة المصري اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.